هل الذي يدرس الطب والهندسة والإدارة والحاسب الآلي يؤجر؟ الجواب يؤجر. كل علم يحب أو دراسة أو كلية تنفع الناس يؤجر من يدرسها. عاد أنت ونيتك، كل ما كانت نيتك أعظم وصافية كنت أعظم أجرا. تنوي تنفع الناس، تنوي ترفع الضرر عنهم، تنوي تفيدهم بشيء، فقد تسبق بهذه النية يعني العلماء. وسؤال آخر سألني إياه أحد الأحباب، قال لي هذا الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل طلب العلم، هل من يدرس العلوم الدنيوية مثل الطب والهندسة يدرك هذه الفضيلة، تشمله هذه الفضيلة؟ فقلت هنا في تفصيل، لأن الأدلة الواردة على قسمين. القسم الأول خاص بمن يدرس ويتعلم العلم الشرعي، فهذه الفضيلة لهم وحدهم، مثل حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، أي طالب العلم الشرعي، رضا بما يصنع. لأن في نهاية الحديث فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. فالعلماء العلم الذي ورثوه هو العلم الشرعي، فمثل الأحاديث هي خاصة بمن يطلب العلم الشرعي. ومثل حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا الحديث يثبت الخيرية للجانب التعليمي العلمي، لكنها خاصة بأهل القرآن تعلما وتعليما. وكذلك حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذه الخيرية إذن خاصة بمن يتعلم أمور الدين ويتفقه في مسائل الدين. القسم الثاني العلم العام النافع، وفي حديث منه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر، كل هؤلاء يدعون لمن يعلم الناس في أي فن في أي علم ينفعهم، ويعني يكون خيرا لهم ويرفع الجهل عنهم ويدفع الضرر عنهم ويكون خيرا لهم في دينهم أو دنياهم، حتى الله سبحانه وتعالى يثني عليه في الملأ الأعلى، وهذه المخلوقات تدعو له بالخير. ولا شك بأن العلم الشرعي داخل في هذا أولا، لأن الذي يعلم الناس الدين هو يدل الناس على الطريق إلى الله. ولذلك وصيتي كل من كان في منصب مثل مدير أو مسؤول أو طبيب أو مهندس أو معلم أو يتعامل مع الناس خلي يفيدهم ويعلمهم. حتى الطبيب مثلا لما يأتي مريض يا أخي يتقرب إلى الله بنفعه والسعي إلى شفائه. بعض الناس للأسف الشديد في المناصب يكلم الناس من طرف خشمة، ليش؟ لاحظ كم يفوت على نفسه من الأجر والخير.